رسالة نارية من الكابتن عادل القيعي على أنباء، تعليق منه على أنباء رحيل علي معلول عن الأهلي. الكابتن عادل القيعي رئيس شركة النادي الأهلي لكرة القدم أعرب عن استيائه من الكلام اللي بيتم تداوله بشأن علي معلول، وقال الكابتن عادل القيعي في تصريحات: عيب إننا نتداول علي معلول بالأسلوب ده، عيب كبير جدا. وقال إن هو لعيب كويس ولعيب كبير وقدم كل ما في جعبته وبادل الأهلي الحب بالحب وسكن في وجدان الجماهير، وبيعتبر يعني وبيعتبروه الجمهور يعني بيعتبر علي معلول ان هو لعيب مصري. خلوني اخد تعليق من الكابتن جمال الزهيري الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير. استاذ جمال مساء الخير. مساء الخير محمد، ازي حضرتك؟ كل التحيه. علي معلول لعيب كبير، والكابتن عادل القيعي زعلان من تناول الموضوع على السوشيال ميديا. هو طبعا علي معلول على مدار السنين اللي قضاها مع النادي الاهلي فعلا اصبحت جماهير الاهلي بتتعامل معاه على انه احد ابناء النادي الاهلي المخلصين، وشارك في عدد كبير من البطولات، ويعني له كده معزه خاصه عند جمهور الاهلي واداره النادي الاهلي. ايوه، يمكن تم تنقل كلام تحريف حسب ما قال كابتن عادل القيعي المدير الرياضي. ما هو كابتن عادل القيعي قال لك ان تم تحريف تصريحاته كابتن رمضان. ما هو التفسير الوحيد انه تم التحريف. يعني لكن الكلام ممكن يكون محمد رمضان عايز يوصل فكره معينه اتخذت بطريقه معينه وتم اضافات عليها. يعني هو عايز يقول ده اللي انا فهمته من كلام رمضان. هو عاوز يقول انه هو اساسا يعني علي معلول بعد ما يخف من الاصابه هياخضع لفحص طبي لتقرير مدى جاهزيته. سمعنا كلام تاني يا كابتن يعني جمال، معرفش ازاي يوصل الكلام يتحرف ان هو تم ابلاغه بعدم التجديد. طب احنا سمعنا كلام تاني ان هيعار علي معلول للاحتراف سنة او سنتين، ده كلام برضو اتقال تاني يعني. اللي هو ايه يا استاذ محمد؟ هيتم اعارة علي معلول للاحتراف، هيحترف سنة او سنتين ايا كان. يا اما هيتم، حتى لو هيتم الاعارة لازم الاهلي الاول يتعاقد، هيبقى على ذمة الاهلي. صحيح. طبعا عشان يقدر يعيره يعني. المهم ان الكلام تم يعني الرد عليه بشكل قاطع من خلال يعني اتصال من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع علي معلول، واكد لمعلول كابتن الخطيب ان احنا مجددين معاك، ان انت احنا مش هنسيبك في كل الاحوال. يعني ان انت ليك معزه خاصه وليك وضعيه خاصه. لو لعيب ولعيب كويس ولاعب كويس. هو لاعب كويس. لا، والحقيقة يعني ان هو فعلا بيحظى باحترام ادارة النادي الاهلي وجماهير الاهلي، واعتقد ان الخطيب لما يقول له كده لا ده كابتن محمود يعني الخطيب بيطمنه يعني جدا. اشكرك جدا الكابتن جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير، شرفتني.